تلامذتنا الأعزاء، أول درس سوف نقوم بإلقائه على مسامعكم يتعلق بدرس اللغة العربية، وأملنا كبير أن تستفيدوا من هذا الدرس الأولي على أمل أن ننتقل إلى الدروس الأخرى. لهذا سوف نبدأ أولا بالقصة كفن من الفنون التي، ولكن قبل أن نقوم بإنجاز تطبيقات حول القصة ارتأيت أن أقوم بإعطائكم ما المطلوب أو مكونات القصة بتفصيل حتى يكون جميع التلاميذ على بينة من القصة ومكوناتها. إذن عندما نريد أن نحضر القصة لا بد على التلميذ دائما أن يكون مهتما بمكوناتها، والتي هي مجموعة من المكونات أو التقنيات التي يعتمدها السارد في إنجاز القصة. من أبرزها المتن الحكائي. المتن الحكائي وهو يحيل على مجموعة من الكلمات التي يمكن للتلميذ أن يكون ملما بها. نقول المتن الحكائي أو نقول الأحداث أو نقول الرواية. إذن هذا المتن الحكائي هو ما هو مضمون القصة أو أحداثها، يعني على التلميذ دائما أن يقرأ القصة وينجز مضمون لهذه القصة، هو الذي يحيل على المتن الحكائي. غير أن هذا المتن الحكائي يتكون من خطاطة سردية تتميز بثلاثة وضعيات. هذه الخطاطة السردية التي يعتمدها الكاتب من أجل إنجاز قصته كشكل من أشكال النظرية السردية، وهي أولا وضعية البداية، نسميها وضعية البداية أو الانطلاق، ثم وضعية الوسط أو التحول، ثم وضعية النهاية. إذن وضعية البداية هي الوضعية التي ينطلق منها الكاتب، ينطلق منها الكاتب أي يبدأ الكاتب بحدث معين هو البداية ويكون منطلقا للقصة، ثم ينطلق بعد ذلك إلى وضعية الوسط أو التحول، وهي الوضعية التي تتحول فيها القصة من وضعية إلى أخرى، يعني أنها حالة انقلاب القصة إلى حدث معين يؤثر في مسارها ويحولها إلى وضعية أخرى، ثم وضعية النهاية وهي النتيجة النهائية التي تفضي إليها القصة. وسنرى ذلك عندما نقوم بتطبيقات على قصة معينة. ثم أن من مكونات القصة التي يعتمدها الكاتب وهي الشخصيات. هذه الشخصيات دائما أنها نقول الشخصيات، ولكن لاحظوا جيدا هناك الشخصيات وهناك بعض المرات يقال لكم القوى الفاعلة. إذا القوى الفاعلة تحيل على ما هو آدمي وغير آدمي، بينما الشخصيات تحيل على ما هو آدمي فقط، بينما القوى الفاعلة يمكن أن نجيب شخصية من آدمية، يمكن أن نجيب كلمة، ويمكن أن نجد شيئا معين كرسي أو سيارة أو إلى غير ذلك كقوى فاعلة. إذن الشخصيات وهي الشخصيات الآدمية وتتكون من شخصيات رئيسية وثانية. لاحظوا جيدا أن الشخصية الرئيسية وهي الشخصية التي تدور حولها جل أحداث القصة، يعني هي شخصية مركزية وشخصية رئيسية، يعني أنها تدور حولها جل أحداث القصة. والشخصيات التالية هي شخصيات مكملة لأحداث القصة، يعني أن الشخصية الرئيسية هي الشخصية المركزية والمحورية التي تدور حولها أحداث القصة، والشخصيات التالية وهي الشخصيات المكملة لأحداث القصة. وتتميز هذه الشخصيات دائما انها بسمات، لاحظ جيدا هذه السمات وهي ثلاث، سمه جسديه وسمه نفسيه وسمه اجتماعيه، ولكن يجب على التلميذ دائما هنا ان يلاحظ بشكل دقيق ان هذه السمات الثلاث لا تتوفر بشكل دائم داخل الشخصيات، فيمكن ان نجدها بكاملها داخل قصه معينه، ويمكن أن نجد واحدة منها ويمكن أن نجد اثنين. معنى الشخصية، معنى السمة الجسدية هي السمة التي تحيل على الجسد، يعني
يعني هناك طول، هناك دقة، هناك إلى غير ذلك، إلى يعني ما يحيل على الجسد، طول، قصر، ضخامة، إلى غير ذلك، ما يحيل على الجسد. وسمة نفسية وهي ما تحيل على نفسية الشخصيات، يعني أن هناك هذه الشخصيات هل هي حزينة أم فرحة أم إلى غير ذلك. ثم السمة الاجتماعية وهي تحيل على الوضع الاجتماعي للشخصيات، هل هناك فقر أم تهميش أم غنى إلى غير ذلك، وسنلاحظ ذلك في تطبيقات في قصة معينة. ثم ننتقل إلى الزمان، لاحظ الزمان يحيل على زمن فيزيائي وزمن نفسي وزمن الصور، لاحظ جيدا الزمان يحيل على زمن فيزيائي وزمن نفسي وزمن الصور. إذن دائما أن لكل هذا الزمان دور، إذن قلنا الزمن الفيزيائي هو الزمن الذي يعطينا التوقيت الزمني لأحداث القصة، مثلا واحد داخل القصص هناك ثانية، ليلة، عشية، طاحب دقيقة، قرن، هنيها، إلى غير صباح، مساء، إلى غير، يعني الزمن الفيزيائي والذي يحيل على توقيت الزمن. إذن ضمنه أنه دائما يعطينا التوقيت الزمني الذي وقعت فيه أحداث القصة. ثم الزمن النفسي، الزمن النفسي وهو الذي يحيل لنا على نفسية الشخصيات. إذن هناك لاحظ جيدا، إذن هناك هذا الزمن النفسي أنه يتتبع لنا التحولات التي تصيب نفسية الشخصيات الرئيسية كدور. إذن حيث أن يمكن لهذا الزمن النفسي أن تبدأ نفسية شخصية معينة داخل القصة من نفس من شخصية حزينة ثم تنقلب إلى فرح، أو تبدأ بفرح ثم تنقلب إلى حزن، أو أن هذه القصة تبدأ بفرح من بدايتها إلى نهايتها، أو تبدأ بحزن من بدايتها إلى نهايتها. إذا الزمن النفسي أنه يتتبع لنا تقلبات نفسية التي أصابت الشخصية. ثم زمن الصبر دائما أنه زمن تعاقبي نتعاقب فيه أمراض بالحاضر، وأنه هذا الزمن يحرك أحداث القصة وينقلها من صورة إلى أخرى. إذا هذا الزمن الصبري إذا تكلمنا عليه يجب أن نحدد الرؤية الصبرية المصاحبة لزمن الصبر، وهي رؤية إما أنها تكون رؤية معه أو تكون رؤية من خلف. عندما نقول رؤية الصبرية إما أنها تكون معه أو تكون من خلف. عندما نقول معه يعني أن السارد حاضر في القصة وحاضر كذلك في القصة ويشارك في أحداثها ويتعرف إلى الشخصيات، وحاضر داخل القصة. دائما نجد أن ضمير المتكلم مهيمن على القصة، وهذا ما نسميه بالرؤية مع أن السارد حاضر داخل أحداث الشخصيات. أما الرؤية من خلف فأن السارد متواري، أي أنه غير حاضر وأنه يحرك الشخصيات ويعرف عنها كل شيء. أما لغة السرد فهي لغة دائما أنها لغة سهلة بسيطة خالية من أي تعقيد، ويمكن لهذه القصة أن يمكن هذه اللغة أن تتخذ لها بعض الكلمات من العامية أي من الدارجة. أما الحوار فهو غالبا داخل القصة يتضمن حوار داخلي وخارجي، إذا لاحظ جيدا داخلي وخارجي. إذا عندما نقول داخلي أنه يحيل على الحوار الذي يقع بين الشخصية ونفسها، بين الشخصية ونفسها. أما الخارجي فهو يحيل على أنه حوار يقع بين شخصية وشخصية أخرى، ولهذا الحوار دور أنه لازم أن يبرز لنا النفسية المتحاضرين. فإذا كان الحوار هادئا فإنه يعطينا أن شخصية المتحاضرين هي شخصية هادئة، وإذا كان هناك تسمم وغضب وصياح إلى غير ذلك فإنه يبرز لنا بأن هذه الشخصية تعاني من اضطراب وحزن أو قلق إلى غير ذلك. ثم البعد النفسي، هذا البعد النفسي هو يحيل إلى التقلبات النفسية التي تتميز بها الشخصيات. ثم البعد الاجتماعي، أي أنه يعطينا نظرة عن هذا الوضع الاجتماعي الذي يتميز به الشخصيات، هل هناك قلق أم فرح أم حزن. إذا من خلال هذه القراءة لمكونات القصة التي أعطيناكم في بداية الأمر
يعني كهذا التي أشرنا فيها إلى المثل الحكائي، وقلنا أن المثل الحكائي هو مضمون القصة أو أحداثها، وأشرنا إلى الخطط السردية، وقلنا أن الخطط السردية تتميز بثلاثة وضعيات، وهي وضعية البداية ووضعية الوسط ووضعية النهاية. وقلنا أننا أشرنا إلى الشخصيات وأعطيناهم الفرق بين الشخصيات والقوى الفاعلة، وقلنا أن الشخصيات تحيل على ما هو آدمي، والقوى الفاعلة تحيل على ما هو آدمي أو كلمة أو ما هو غير آدمي، يمكن أن يكون حيوان أو شيء معين. وقلنا أن هذه الشخصيات هي شخصيات رئيسية وتنوية، وتتميز بمجموعة السمات التي يمكن أن تكون سمة جسدية أو نفسية أو اجتماعية. وقلنا أن هذه السمات يمكن أن تحلها قصة بكاملها، أي أنها تكون الإشارة إلى هذه السمات بكاملها، ويمكن أن تكون إشارة إلى سمتين فقط أو سمة واحدة. وتكلمنا عن الزمان، وقلنا أنه يتضمن زمن فيزيائي وزمن نفسي وزمن صد، وقلنا أن الزمن الصد يصاحبه الرؤية الصدية التي يكون رؤية معها أو رؤية الخلف، ثم السالب متواري أو حاضر، ثم أشرنا إلى خلالة الصد أنها سهلة ويمكن أن تدخلها في بعض القصص كلمات من هنية، وأعطيناكم ما هو البعد النفسي وما هو البعد الاجتماعي. لاحظوا جيدا دائما أننا هنا قرأنا هذه المكونات التي يمكن أن يصادف هذه الميم في قصة معينة. إذن في الحصة القادمة إن شاء الله سنقوم باستبقاء على قصة وسنطبق ما أشرنا إليه، على أمل أن على أساس أن وفقا لهذه الأسئلة التي ستكون مصحوبة بقصة معينة، وهي الأسئلة القادمة سنقول لكم: أطلق النص مع فرضية أم جزء المثل الحكائي والخطط السردية؟ أبرز الخصائص الفنية بالتركيز على الشخصيات وسماتها، ثم الزمان والمكان ودوره، وأخيرا أنجز خلاصة تركيبية لإبراز البعد النفسي أو الإجتماعي حسب القصة، مع إدارة الرأي مدى تتيح القصة لبعد من الزمان. إذن هذا هو الدرس الأولي الذي قمنا بإنجازه، وأعطيناكم فيه نظرة عن مكونات القصة، على أمل أن نقوم بإنجاز ذلك في حصة قادمة إن شاء الله حول تطبيق حول قصة معينة. ولكن منذ جميعا يجب دائما أن تراجعوا هذه الأشياء، لأنني في الحصة القادمة سأقوم بتطبيقات حول القصة. والسلام عليكم ورحمة الله، وإلى اللقاء في حصة أخرى.